من مجلس النواب المصري لمدينة رشيد. الحقيقة إنه من 3 أيام بس كان الإعلان عن كشف أثري كبير في منطقة تونة الجبل بالمنيا. كلنا طبعا بنفرح بالاكتشافات الأثرية دي لأنها بالتأكيد إضافة لإمكانياتنا الأثرية، وطبعا يعني نظرا لتاريخنا اللي العالم كله بيجي عشان يشوفه بنلاقي إنه في الوقت نفسه بنتمنى إننا هنا نلاقي الاهتمام كمان موجود بالآثار. في مدينة رشيد بالبحيرة، وزي ما نشر موقع اليوم السابع، في مسجد أثري اسمه مسجد المحلي. المسجد ده بيرجع تاريخه للعهد العثماني وبيعتبر بمثابة المسجد الجامع لأهالي المدينة. الحقيقة إن المسجد ده قيمة أثرية وتاريخية كبيرة جدا، لكن للأسف المسجد بيغرق في المياه الجوفية اللي حصرت جدرانه من كل اتجاهه، زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة في الصور اللي بنعرضها حاليا للمسجد من جوه ومن بره. طبعا واضح جدا آثار الإهمال في المكان، رغم ان وزارة الآثار أدرجت المسجد من فترة في خطة الترميم، لكن الموضوع توقف ومحدش عارف توقف ليه. المسجد مهدد ومحدش بيسأل الأجزاء اللي تصدعت منه وتساقطت ليه ده حصل. معانا على الهواء الأستاذ محمد التهامي، وهو مدير منطقة آثار رشيد. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بيك في صباحك عندنا، بنشكرك لوجودك معانا. لو حضرتك تقول لنا إيه وضع المسجد دلوقتي؟ صباح الخير يا فندم، أهلا بيك يا فندم. أولا مسجد المحل ده ثاني أكبر مساجد رشيد بعد مسجد زغلول. ينسب لسيد المحل بناء ابن محمد التاجر بصغر رشيد سنة 1037 هجرية. تم طرح عملية ترميم مسجد المحل سنة 2008 ضمن مشروع ترميم عدد من مساجد رشيد. تمام. اللي هي المحل والنور والجندي ودومكسيس والصمت. توقفت الأعمال بعد ثورة يناير نتيجة لعدم وجود دعم مادي. حضرتك عارف الظروف اللي مرت بها البلاد بعد ثورة 2011 يعني. مؤخرا تم الموافقه على مشروع استكمال مسجد المحلي بقيمه 67 مليون، وحاليا الاعمال متوقفه نتيجه لعدم انهاء التعاقد ما بين مجلس الاعلى للاثار والشركه المنفذه للاعمال. هو حاليا العقد في مجلس الدوله لمراجعته. يعني معقوله يا فندم الاعمال متوقفه لحين انتهاء التعاقد، والمسجد في الفترة دي ممكن أصلا يختفي وما يبقاش موجود، يعني أثر مهم زي ده يختفي تماما وما يبقاش موجود، يعني ما فيش حل وسط طيب للمسألة دي بحيث أننا نبقي على أثر مهم بالنسبة لنا بالشكل ده؟ محدش يا فندم هيخاف على أثر قد رجل الأثر اللي زيي. أكيد. زي الأخوة الزملاء معايا في منطقة آثار رشيد. أكيد. إحنا لا نأل جهدا في سبيل الحفاظ على كل آثار المدينة. حضرتك عارفة إن الآثار الإسلامية بتعاني من كم المخاطر اللي بتهددها، منها مسجد المحل الموجود ضمن كتلة سكنية. عارفة حضرتك الارتفاع منسوب المياه التحتية وارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة رشيد في بحر بالذات وفي مدينة رشيد خاصة، ده أدى إلى وجود بعض عوامل التلف في أساسات المسجد وارتفاع منسوب المياه الجوفية. المسجد تم إعداد مشروع متكامل لإعادة ترميمه على النمط الأثري القديم، وبالفعل اشتغلنا في فتره قبل 2011 وتوقفت الاعمال قلت لحضرتك نتيجه لوجود عدم دعم مادي. تمام. حاليا تفضل معالي دوله رئيس الوزراء وتم اعتماد مبلغ 67 مليون لاعاده استكمال مشروع ترميم المسجد. حضرتك اشرت بالفعل للنقطه دي، لكن لو احنا بنسال دلوقتي يعني في الفتره اللي المفروض الاعمال متوقفه فيها والاتفاق او التعاقد زي ما حضرتك اشرت لم يتم او لم ينتهي، يعني ازاي ممكن نحافظ على اثر مهم كده؟ يعني ايه اللي هيحصل خلال الفتره دي لحين انتهاء التعاقد، ولا المفروض انه هيتساب كده للمياه الجوفيه تنهي؟ والله يا فندم بالفعل تم عمل مسح رداري واعمال المسح المعماري للمسجد في الفتره الاخيره، عمل المسح الرداري للكشف عن وجود فراغات اسفل الاساسات من عدمه. المسجد تم صلبه معرفه الشركه المنفذه لاعمال الترميم لبدء الخطوره، واحنا بقدر الامكان نحافظ على معظم العناصر الاثريه الموجوده فيه
ويا رب يسهل والمشوار التعاقد ينتهي بسرعة وعلى الفرحة تبدأ عمل الترميم. بسرعة ده اللي هو قد إيه يا فندم؟ يعني لو بنتكلم في زمن، في جدول زمني قد إيه تقريبا؟ والله يا فندم هقول لسعادتك، هو دلوقتي العقد موجود في مجلس الدولة لمراجعته ومراجعة البنود اللي تم استحداثها لاستكمال مشروع الترميم. فهي المسألة مسألة إدارية بحتة ومسألة وقت إن شاء الله، يعني نقوله بعد العيد بمشيئة الله. طيب خلال الشهر وشوية دول، شهر ونص تقريبا، المسجد يعني إلى أي مدى، يعني إلى أي حال ستقول حالته؟ يعني هل حالته هتبقى أسوأ مما هي عليه؟ يعني إحنا بنتكلم في حاجة، في أثر مصري إسلامي مهم، يعني أعتقد حضرتك كمان أدرى مني بالجزئية دي. أولاً أي فندم حاول سعادتك لمقطع لكلام حضرتك، يعني إحنا قبل الثورة عملنا أعمال عزل للأرضيات، للأسف في صحن المسجد عدد 2 سريج مية، دول مع ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وزياده منسوب مياه النيل المياه بتطلع في الارضيات بتاعته، اضافه الى كده الشارع الغربي للمسجد اعلى من منسوب سطح المسجد، فبالتالي فيه مشاكل صرف ومياه تحتيه ومياه جوفيه بتيجي لنا من ناحيه الغرب. فالاستشاري ان شاء الله يعني عمل الريبورت بتاعه لامكانيه التغلب على تسرب المياه الجوفيه من الشارع الغربي للمسجد. عايز اضيف كمان الجدران الاربعه بالمداخل بتاعته الاربعه بحاله جيده، الاعمده بحاله كويسه باستثناء حوالي 36 عمود وتاج وقاعده، دول سيتم تغييرهم طبقا لما راي الاستشاري بعد اعمال الارتلاسونيك اللي هو لعدم قوه تحملها يعني على شيل الاحمال وكده. طبعا حاليا شغالين ترميم دقيق في منبر المسجد، ترميم في الاعمال الجسيه والخزفيه اللي هي في مدخل الضريح، والصلب في الاماكن الخطره، وان شاء الله المسجد هيرجع لحالته الاصليه وقت الانشاء يعني بمشيئه الله. ان شاء الله يا فندم، واحنا اكيد هنتابع مع حضرتك استاذ محمد التهامي مدير منطقه اثار رشيد. والحقيقه خلينا اقول يعني طالما احنا فتحنا الملف ده او الموضوع ده، مش معقول ابدا، ده كلام موجه للجهات المسؤولة عن المسجد ده أو الجهات المفروض بتوقع التعاقد على ترميم المسجد، مش معقول نسيب أثر مهم بالشكل ده يروح لمجرد أننا متمسكين بشوية إجراءات هي في النهاية إجراءات بيروقراطية، يعني الإجراءات دي موجودة طول حياتها في حياتنا، لكن المسجد ده ممكن في أي لحظة يختفي من حياتنا تماما، وأعتقد أن محدش خالص هيكون مبسوط بده. فلو سمحتوا يعني نظرة شوية للآثار اللي لو راحت مش هترجع.